انا بعمل مشروع براويز اسلاميه وتحف للديكورات. فكره المشروع جات لي بعد ما جوزي توفاه الله. انا معايا محمد وياسين. طبعا اصابني المرض، جالي مرض سرطان، فاضطريت ابيع كل حاجه في قلب الشقه، وما كانش في مصاريف ان انا اصرف على الاولاد ولا اصرف حتى على علاجي. فاضطريت ان انا يعني جيلي فكره، لازم يكون في فكره تخليني اقدر اصرف على علاجي وعلى الاولاد، وابتديت اعمل براويز واكتب عليها ايات قرانيه. المشروع بتاعي ليه مراحل كده، اهوت بيصب الاول الاسطمبه او البرواز، وبعد كده انا باخد البرواز من محمد بكتب عليه يعني بنحته، وبعد كده بيتنشف بيبتدوا يلونوا. طبعا الالوان بنشوف الوان كويسه كلنا. طبعا محمد وياسين انا بعترف يعني ان هم تعبوا معايا جدا، تعبانين معايا جدا، لان تقريبا المشروع تسويقي كله قايم عليهم، وبعدين هم بيتعبوا جدا يعني، بينزلوا من مثلا من العصر كده، ما بيرجعوش قبل الساعه 2 3 او ساعات بيجوا الفجر عشان يبيعوا اكبر قدر يعني، لان هو البيت قايم داخله على المشروع دوت. فكتر خيرهم طبعا في السن دوت، في الدراسه بتاعتهم يعني، كتر الف خيرهم. وانا حاولت برضو يعني اساعد الاولاد عن طريق السوشيال ميديا يعني وكده، وعملت صفحه لعله يكون خير يعني، ان الصفحه الناس تعرفها وتعرف الشغل، على الاقل الشغل يقل شويه على الاولاد، لان هم بيتعبوا جدا فعلا في التسويق. والله انا بطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكون في شخص او اي حد يعني يتبنى المشروع ويتبنى تسويق المشروع، يكون في مكان ممكن اعرض فيه الشغل بتاعي، الناس تعرفه، على الاقل هي يعني الاولاد هيرتاحوا، وبعدين ده مستقبلهم لاني انا مش عايشه لهم. فلو حد يتبنى المشروع وتسويق المشروع يبقى كده حمد وشكر من ربنا، الحمد لله.